مشروب صحي لضغط الدم المرتفع. بنجيب برتقالة بنقطعها وليمونة بنقطعها وبنوضعها بالخلاط وبنوضع قليل من النعناع وبنوضع التمر، الكمية هي اختياري، واثنين كوب من الماء، وبنطحنهم جيد وبنصفيهم بالمصفاية. في عندي تقريبا 1000 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. هيك بعد ما صفناهم كل يوم ناخد كوب منه، هو كتير صحي وبزبط ارتفاع ضغط الدم، ويجب دائما استشارة الطبيب. في أمان الله.